السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله بيكون في مقاطع شرح كيفية تركيب ورق الجدران، كيفية تركيب بديل الرخام، كيفية تركيب الباركة، كيفية تركيب الفوم أو الأوراق، كيفية تركيب جميع أنواع الديكورات الداخلية بإذن الله، البارتشن سواء كان حديد أو خشب أو بديل الخشب. بيكون في بإذن الله مراحل، وأي أسئلة من حيث الديكورات الداخلية، أي استفسارات بإذن الله أنا نقدر أرد عليها بقدر الاستطاعة اللي نقدر أفيدكم فيها. والسلام عليكم ورحمة الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، قناة جديدة وبمنكم الدعم. السلام عليكم.